اهلا وسهلا بكم على كيكس. النهارده حابه اقدم لكم وصفه كيك الليمون او كاب كيك الليمون بطريقه سهله ان شاء الله جدا جدا. كنت عملتها معاكم قبل كده على اللايف على البيج بتاعه الفيسبوك، يا ريت لو مش مشتركين فيها يا ريت تدخلوا تشتركوا فيها. كل اسبوع بنعمل وصفه او وصفتين مع بعض، وبيكون في مجال للاسئله. لو عندكم اي استفسارات او اي اسئله عن اي وصفه بتحبوها تقدروا تشاركوني بيها، وبكون معاكم لايف مع بعض وبنقضي وقت حلو جدا جدا. هنشوف النهاردة ازاي هنعملها بشكل سهل وسريع جدا، مكونات موجودة في كل بيت بشكل جميل واحترافي، ونعرف كل التابس والتريكس والأسرار بتاعة الكاب كيك عشان تطلع معانا ناجحة وجميلة بالشكل ده. كمان ما تنسوش الشير واللايك سبسكرايب للقناة علشان تكبر بيكم ان شاء الله، ونقدر نعمل مواصفات اكتر وحاجات احلى. اول حاجة عندنا 2 بيضة، طبعا تكون بدرجة حرارة الغرفة، وقلنا مهم جدا جدا ان كل مكوناتنا تكون بدرجة حرارة الغرفة. بنضيف ليهم 1 كوباية من السكر، السكر الابيض العادي خالص، ونبدأ نضربهم كويس جدا بالمضرب الكهربائي بالشكل ده لغاية ما نوصل لقوام كريمي فاتح. هنشوف شوف ازاي ابتدى تتغير اللون معانا. ما تزهقوش ابدا ابدا في الخطوة دي، لانها خطوة مهمة قوي قوي عشان تطلع الكيك معاكي ناجح وهش وجميل. نضيف بقى كيس من الفانيليا، او لو بتحبي تستخدمي فانيليا سايلة زي ما تحبي. انا طبعا كل الوصفة هتلاقوها في صندوق الوصف ان شاء الله بعد الفيديو، تقدروا ترجعوا لها في اي وقت. شوف القوام بتاعها بيكون شريط بالشكل ده. ببدأ اضيف كل المكونات السايلة بتاعتنا. عندنا هنا 1 كوباية صغيرة من الزبادي او الروب، ودي بتساعدنا ان الكيك يطلع معانا طري وقوامه جميل جدا. نضيف طبعا الزيت، عندي هنا 1.25 كوباية من الزيت، وهضرب تاني قبل ما انزل بالمكونات الجافة بتاعتنا. 1.5 كوباية من الدقيق، طبعا لازم ننخل الدقيق كويس قوي، ومعاهم معلقة صغيرة من البيكنج باودر، وربع معلقة من البيكنج سودا او بيكربونات الصوديوم او الكربونة ليها اكتر من اسم. وابتدي اضربها تاني بس تجمع المكونات بتاعتي مع بعض. ببشر بقى الليمون، عايزة قشر الليمون. الليمون طبعا يكون ليمون أصفر مش ليمون أخضر. عايزة القشر بتاع الليمونة بمبشرة تكون ناعمة خالص عشان تاخد القشرة الخارجية بس بالشكل ده. عندي ليمونتين، هاخد العصير بتاعهم وكمان هاخد القشر بتاعهم. ريحة وطعم مش عارفة أقول لكم قد إيه، هتطلع جميلة جدا إن شاء الله. هضربهم تاني كويس قوي لغاية ما اتأكد ان الخليط كله امتزج مع بعضه. الخطوة دي بقى اختيارية، انا هضيف هنا بوبي سيد او بذور الخشخاش، هكتبها لكم بالعربي تحت في صندوق الوصف. هي الوصفة بتتعمل بالبوبي سيد، لو انت مش موجود عندك مش مشكلة خالص مش لازم، بس لو دورتي عليها ولقيتيها بيكون لطيفة قوي. عبارة عن حبوب صغيرة زي ما انتوا شايفين كده، هي حبوب من زهرة من الزهور الجميلة جدا، وبتدي كده ملمس حلو، وبنستخدمه في المخبوزات. حضر الفرن بتاعي على درجة حرارة 160، وفي كاسات الكب كيك بالشكل ده هبتدي اصب بس للتلات ارباع. بياخد معايا في الفرن من 20 لـ25 دقيقة عشان يطلع بالشكل الجميل ده واللون الذهبي الرائع ده. شوفوا قد ايه سهل وشكله جميل جدا جدا، تشوفوا بقى من جوه مش عارفه اقول لكم على الجمال. وقلنا طبعا حبوب البوبي سيد لو مش متوفره عندك مفيش مشكله خالص تقدري تستغني عنها. شوفوا بقى لونها كله مستوي زي بعضه،
والشكل جميل، تقدري كمان تستخدمي صينية أكبر. شكرا لمشاهدتكم وشرفتوني، أشوفكم في فيديو جاي إن شاء الله. تحية.